لكن الإنسان أعظم مسألة ثبات أن الإنسان يبتعد عن الرياء والسمعة ويبتعد عن الإعجاب بالنفس ويستقيم على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يترخص بالمحرمات ويتساءل في ذلك، ويجب عليه يعظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله جل وعلا الثبات ويجالس الصالحين ويؤاخيهم وأن لا يترخص بمجالسة الضلال وأهل البدع والمنحرفين والساهلين في دينهم حتى لا يضلوا حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. فالباب هذا باب واسع في الحقيقة وهو باب عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما تأتي إليه الرجل قال قل لي في قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فاحذريهم فأولئك الذين سمى الله. فما جالس إنسان على الهواء وعلى البدع والمتسائل في دينهم وعقائدهم وسلوكهم وأعمالهم فإن مثل هذا قد لا يثبت على الحق ويضل. وترون بعض الناس يكون على فترة كبيرة من الاستقامة وعلى فترة كبيرة من الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فجأة تراه منحرفا قد حلق لحية وفعل 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 وفعل، ثم بعد مرحلة أخرى تراه قد يسن على آلات النعاز، ثم مرحلة ثالثة قد تجد بعض أفكاره منحرفة مغايرة لأفكار أهل الدين وأهل الإيمان. هذا كله بسبب تساهله. الله جل وعلا يقول: ما ظلمناهم. الله ما يظلم أحدا، الله لا يظلم عبدا أبدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما الذي يستقيم على طاعة الله فإن الله يزيد طاعة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما أي ثباتا. أي ثباتا. فإن العبد متى ما استقام على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتهد في ذلك واستغفر الله جل وعلا مما بدر منه، فإن الله جل وعلا يعينه على هذا الطريق ويثبته ويقوي عزيمته ويبصره بالحق. كذلك من أسباب الاستقامة اجتهد في طلب العلم وقرأ على الخير والصلاح كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذون دينكم. كذلك العبادة اجتهد في العبادة من أسباب الثبات. فإن بعض الناس ما عنده عبادة، ما عنده صيام ولا عنده قيام ليل ولا عنده صلاة ضحى ولا عنده، ربما ما عنده الفرائض فقط أو بعض الفرائض عنده تقصير فيها، هذا من أسباب الانحراف. هذا من عنده محافظة على الفرائض، محافظة على الرواتب، محافظة على قيام الليل، يصوم أحيانا، يكثر الصدقات، إذا شق على صدقات يكثر الصدقات، يكثر قراءة القرآن. كذلك الحسد، بعض الناس يقول عنده حسد يجر الحسد إلى الانحراف، يحسد هذا الرجل لما أتاه الله من الإيمان والدين والعلم النافع والعمل الصالح، ثم بعد ذلك لا يطيق سماع صوته ولا يطيق مجالسته، ثم يسلك بابا آخر يجالس أهل الفسق وأهل الضلال، إما ليعينوا على هذا الرجل الصالح أو ليجد مندوحة عن هذا الرجل في أهل الفسق وأهل الضلال كما هو موجود كثير من الناس من يحسد العنة ثم يرتضى في أحضان الطغاة والمجرمين المعتدين على شرع الله جل وعلا. فهذا جرى الأمر يتضى في أحضان أهل الإسلام. وكذلك قد يجر إلى التنازلات، كما قال الناس يصح عن المسجد مسجد يصل عنه ثم بعد ذلك يتنازع عن مبادئه وعن كذا وعن كذا، معناه يجب زينه. اللهم تستطيع حتى الإمام غير الإمام يستطيع يقوم يتكلم يستطيع أن يبلغ دين الله جل وعلا، ولا ما بلغ شيئا أيضا مجرد يكون إمام مسجد يفصل عن المسجد يتنازع عن كل شيء ليوضع إمام مسجد، هذا الله جل وعلا أضله لأنه هو أراد الضلال وهو الذي انحرف عن الصراط المستقيم. فرعون ما استخف قوما إلا استخف فرعون فأطاعوه، ماذا قال الله جل وعلا؟ إلا أن كانوا قوما فاسقين، لولا فسقهم ما استغفهم. فهذا لولا ضلاله وانحرافه وفسد قلبه ما تنازل عن دينه وعن مبادئه لأجل يكون من مسجد أو لأجل يولى منصبه أو يولى رئاسة أو ليأخذ ريالات ودراهم ونحو ذلك. فصاحب المبدأ صاحب الدين لا تنازل عن مبادئه ولا عن عقيدته ولا عن سلوكه ولا عن أعماله لأي مهما كان الأمر، وأن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. الرزق ما يكون بالتنازلات، والثبات ما يمنع الرزق أبدا، ما يمنع الرزق أبدا، لأن الرزق عند الله جل وعلا، فلا يكون الرزق لا بالتنازل ولا بغيره. الإنسان يحرص كل الحرص على العمل بأسباب الأسباب المقتضية للثبات والتمسك بدين الله جل وعلا، ويعاهد ربه أن يثبت ولو تنكب الناس عن هذا الصراط وعن هذا الدين. والإنسان لا يدري ما مدى حياة من منكم يوما أن يخرج مع الباب، ما في أحد يعلم أنه سيخرج مع الباب حيا. فالإنسان إذا علم أنه سيموت وأن هذا التنازل لا يبعد عنه الموت والثبات لا يقرب الموت،
هذا يعين على الثبات، يعين على الصبر، وينظر سيرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سيرة الأوائل. الإمام أحمد رحمه الله حين زاد في الدنيا وما أتاه الله من الثبات وما أتاه الله من الصدق بالحق، هل ضره؟ وهل انتفى أحمد بن أبي دواد الذي عاداه وأفتى بقتله؟ هذا مات وهذا مات، شتان بين هذا وهذا، شتان بين مشرق ومغرب، لا هؤلاء لا يستويان ولا يلتقيان. وكذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما حين زاد في الدنيا حتى كان لها كل عمامة، عمامة واحدة، وحين كان فقير قصها نصفين، أعطى هذا نصفها وهذا نصفها، هل ضر هذا الأمر؟ ما ضر هذا الأمر، فزاده عزا وزاده هذا ثباتا وزاده هذا رفعة. كلنا ما نقرأ عن ابن تيمية وما نقرأ عن ابن القيم ونقرأ عن الكابر كالإمام أحمد رحمه الله، كل هذا لثباتهم ولصبرهم ولقوة في هذا الدين. إذا أنت تبلغ دين الله لا بد أن تصبر، أما تقدم التنازلات بمقادر ما تمنع من شيء أو بقدر ما تحارب في شيء أو بمقادر ما تسجد أو بقدر ما تسلط عليك الإشرار في التبديع والتضليل والتجهيل تتنازل، هذا دين رب العالمين. ومن العجب أن يوجد شخص ما يؤذى النبي، ماذا قيل عنه؟ قيل عنه الصابي، هو النبي، يقول ابن أبي كبشة، ما هو ابن أبي كبشة؟ هل ابن أبي كبشة نسبه النبي إليه؟ لماذا؟ لأن كان من أجداد النبي ذهب إلى الشام فتنصر، يؤذ مثله، جيت بدين جديد، فجاءهم بدين جديد ينسبونه إليه. والإمام أحمد قيل عنه ناصبي، الإمام أحمد التهم بالنصب، ويسمى بعض أبناء الحسن والآخر حسين. وابن تيمية قيل عنه خارجي، ابن القيم قيل عنه خارجي، كما في النينية من العجائب أن قالوا لمن قدام بالآثار والقرآن أنتم بذا مثل الخوارجي، إنه ما أخذ الظواهر لمعاني. أما الشيخ محمد الوهاب فهو من عصره إلى الآن يسمى خارجيا، وهو من أكثر الأئمة أدى وعداوة من الطوائف الأخرى. حتى بعض الأخوان يقول ذهبت لبعض أعضاء ذهب للهند، يقول تكلمت مع طائفة بالتوحيد والعقيدة، قال لي أنت وذكرت لهم قول ابن تيمية، لما لقيت قال زي قال هذا وهابي، ابن تيمية وهابي. فهذا لشدة عداوته من الشيخ محمد الوهاب، ولا ضرة ولا ضرة. أصبح هذا الثلاثي الآن هم من شهير أمة الإسلام، وإلى الآن بعض الناس يلمس علماء يتكلم فيهم على مذهب الخوارج وعلى مذهب كذا وعلى مذهب كذا، ولم يصرح للناس، يقول في المجالس الخاصة. لماذا؟ لأنهم قاموا بالدين، قاموا بالتوحيد، قاموا بالعقيدة، فلا بد الإنسان يؤذى. فكون الإنسان يتنازل عن الحق الذي عليه لمن قيل عن الخارجي، ثم ماذا؟ يضرك؟ هل تذهب لرب العالمين؟ وأنت تذهب لرب العالمين، وسيجازي الله هذا وهذا. ولذلك يكون هؤلاء بعض الناس الآن يحاول يضغط، لأن بعض الناس إذا ضغط عليه في التبديع والتجهيل والتضليل، وقد ينفر منه الناس ابتلاء وامتحانا، يتنازل عن كل شيء، لأنه لو ثبت جعل الله الباطل زهوقا، ولكن الأول من الابتلاء، الأول من الابتلاء. فالإنسان يثبت وينظر ما عليه الصحابة وما عليه التابعون وما عليه الأئمة، وينظر من مضى من الأشرار، وينظر من مضى من الأخيار، كيف جعل الله لهؤلاء لسان الصدق، كيف جعل لهؤلاء الذم والشتم. لا يذكر ابن دواد اللي قال المجرم المعتدي الفاسق الضال، ابن أبي مخلوف الضال سفك الدماء، ولا يذكر الأئمة الكبار قال رحمهم الله ويثنى عليهم ويدعى لا. وكل ما تسمع الآن من الأشرار والخبث هؤلاء سيذهبون، سيكونون في مزبلة التاريخ، هذه مزبلة التاريخ. هذا إن كان احتمالتهم المزبلة، والله تكون مزبلة أفضل منهم مرة أخرى. فبقية والأخيار ستبقى علومهم، ستبقى آثارهم، سيبقون رسالات هدى للناس يمدحون يثنون عليه، لأن بلغوا دين الله وصبروا على ما هم عليه من الحق. نسأل الله للجميع الثبات والتوفيق.